السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد خاص بالمفيد في الرياضيات المستوى الرابع. سوف تجدون في هذا الفيديو التمارين الموجودة في صفحة 72 من الكتاب المدرسي، دائما في إطار يعني التمارين الخاصة بأسبوع تقويم ودعم وتوليف التعلمات الخاص بالوحدة الرابعة. نبدأ على بركة الله، وهذاك يعني توجيه الأساتذة الجدد، ضروري ضروري أنك دير مراجعة عند دخل التمارين، عند نجز التمارين. إذا أحسب خارج كل قسمة والباقي مما يلي. أولا خص التلميذ يكون عارف بأن هذا العدد يسمى مقسوم، وهذا يسمى مقسوم عليه. هذه العملية غادي نديرو القسمة أو متساوية القسمة الأقليدية. إذا 23 ماذا تساوي؟ كتساوي لنا المقسوم عليه في الخارج زائد الباقي. 23 تساوي 7 في 3 زائد 2، إذا 3 هي الخارج والباقي هو 2. 24 تساوي 3 في 8 زائد 0، 3 في 8 24، ما بقينا ما نزيدو. إذا خارج هو 8 والباقي هنا هو 0. 19 مقسومة على 6، يمكن كتابتها على الشكل التالي: 19 تساوي 6 في 3 زائد 1. إذا 19 هو المقسوم، المقسوم عليه هو 6، الخارج 3 والباقي 1. 28 مقسومة على 5، 28 مقسومة على 5، 28 كتساوي لنا 5 في 5 زائد 3. إذا 5 هي المقسوم عليه، الخارج هو 5 والباقي هو 3. انتقلوا للتمرين رقم 2. أثناء خرجة دراسية وفرت جامعة الأخوين بإفران 9 حافلات تتسع كل واحدة لعشرة أفراد، لكن 7 الطلبة لم يجدوا مكانا في السيارات المتوفرة. هذه الجامعة جابت 10 ديال الحافلات الميني بيس، كل حافلة كتهزنا 9، لا عفوا، كل حافلة كتهزنا 10 الأفراد، يعني إلا امتلأوا عن آخرهم. الحافلة الأولى فيها 10، الحافلة الثانية فيها 10، الحافلة الثالثة فيها 10، يعني 9 في 10 90، ولكن بقاو لنا 7 الطلبة ما لقاوش فين يركبوا. إذا 90 زائد 7 97، نكتب المتساوي على الشكل التالي: 9 في 10 زائد 7 كتعطينا 97. إذا عدد الطلبة المشاركين أو الراغبين في هذه الخرجة هو 97 طالبا. فيما يخص تمرين رقم 3، جو بوز اي جو فيكتوي لا ديفيزيون، اضع وانجز العملية التالية. عندنا 125 مقسومة على 7، ناخذ رقمين. 12 مقسومة على 7 تساوي 1، 1 في 7 7، 12 ناقص 7 5، انزل الخمسة. 55 مقسومة على 7 تساوي 7، 7 في 7 49، وبالتالي 15 ناقص 9 تساوي 6، و 5 ناقص 5 تساوي 0. اذا الخارج هو 17، الباقي هو 6. فاش كنكون في القسم ديما كنتوسعوا في التمرين، وخا ما مطلوبش منا في يعني في الدرس. اذا قام التلميذ ونجز لنا العمليه، نطلب من تلميذ اخر كتب المتساويه يعني ديال القسمه الاقليديه الخاصه بهاد العمليه، مع ذكر الشرط اللي هو ديما الباقي خصو يكون لي اصغر من المقسوم عليه. اذا 25 تساوي 7 مضروبه في 17 زائد 6، مع ان 7 6 اصغر من 7، يعني الباقي صغر من المقسوم عليه. ثم انتقلوا لهنا: 346 مقسومة على 5، 34 مقسومة على 5 كتساوي 6، 6 في 5 كتساوي لنا 30، إذا 34 ناقص 30، 4 ناقص 0 تساوي 4، 3 ناقص 3 تساوي 0، انزلوا 6، 46 مقسومة على 5، عفوا ما خصهاش تكون 8، راه 90 هنا خطأ كبير، 90 هنا، 90 اعتذر، 90 في 5 اللي كتعطيني 45، كنت كنفكر في 90 وكتبت 8، 90 في 5 45 غادي يبقى لي 1، إذا 346 كتساوي 5 في 69، اعتذر، راه الخارج هنا 69 زائد 1 اللي هو الباقي. بالنسبة للتمرين رقم 4، أحدد بوضع علامة بجانب الصيغة الصحيحة لحساب مساحة قياس مساحة لوحة التي قياس طولها 16 سنتيمتر وقياس عرضها 12 سنتيمتر. بما أننا نتحدث عن واحد الشكل هندسي اللي عنده بعدين، عنده طول وعرض، إذا نحن نتحدث على مستطيل. إذا كيف نحسب مساحة المستطيل؟ الطول في العرض. إذا الطول اللي هو 16 مضروب 12، نقلبوا من ضمن هذه الصيغة غادي نلقاوها هي هذه 12 في 16 هي الصيغة الصحيحة. هنا وجب أنك في القسم تذكر بالقاعدة قياس المحيط، القاعدة مساحة المستطيل، كذلك فرصة أنك تذكر بقياس محيط المربع وقياس مساحة المربع. حاولوا ما أمكن توسعوا. هذا كل ما يخص التمارين الموجودة في صفحة 72. كنتمنى أنكم تبارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالكم وفي مواقع التواصل الاجتماعي لتعمل فائدة. كنتظر دعم القناة من خلال
وضع جيم لي فيديو وكومونتير. ما تنساوش الناس اللي كتشوفوا القناه لاول مره ما ترددش في المشاركه وتفعيل الجرس.